احنا حنروح نشوف وياكم تقرير عن شنو هو موضوع التنمية البشرية. الكثير من الناس تسأل انه يعني شنو موضوع تنمية بشرية، يعني شنو دورات تنمية بشرية واقسامها وافرعها. فحنشوف وناخذ نظرة وياكم عن ماهية التنمية البشرية اللي من ضمنها هو مهارات التواصل وفن الحديث. فيا ريت مخرجنا نشوف التقرير. خلينا نبدأ بالبداية نعرف هو شنو معنى التنمية البشرية اللي أغلب الموجودين وأغلب الأشخاص يسألون شنو يعني تنمية بشرية. طبعا التنمية البشرية هو علم، وعلى وجه التحديد والأصح هو فن أو علم التنمية البشرية. العنصر الأساسي والمحور الأساسي لهذا العلم أو هذا الفن هو الإنسان، العنصر البشري، بما معناه هو تنمية توسعة القدرات التعليمية وتنمية مهارات الإنسان. طبعا التخلص من الأفكار السلبية اللي عنده، التخلص من الأفكار الخاطئة والبرمجة السلبية وتغييرها إلى برمجة إيجابية، وبالتالي هذا شرح يؤدي إلى تغيير سلوك الفرد أو الأفراد إلى الأفضل. وهذا هو هدف التنمية البشرية، وهذا هو هدفنا اللي نشأت على أساسه مؤسسة المعرفة للتدريب والتطوير. طبعا بالدرجة الأساس والأولى هي نشاطاتنا أغلبها مجانية، محاضراتنا أغلبها مجانية في مجال التنمية البشرية. يعني هدنا نطلب معدل 4 محاضرات بالشهر الواحد لغرض مثل ما تفضلت لكم بالبداية، هو أنه نسعى إلى تغيير سلوك الفرد نحو الأفضل. يجونا هواية أشخاص، يعني ما مقتصر على أنه هي امرأة أو رجل، هواية أشخاص يجونا ما شاء الله حمل الشهادات بالبداية، كانوا يعني عندي مدربة إجتي بالبداية أحس بها كان عندها نوع من الخجل، عندها ما عندها جرأة، هي تريد عندها رغبة، تريد تتعلم، تريد تتدرب، تريد توقف، تريد تعطي محاضرات، لكن للأسف كانت هي عندها خجل، ما عندها جرأة، ما عندها القوانين والأنظمة اللي تمكنها أن تكون مدربة ناجحة. احنا هذا واجب طبعا، وهذا شغلنا داخل المؤسسة انه احنا اعداد المدربين الدوليين. فعندنا برنامج اللي هو دبلوم يدخل به هذا الشخص اللي عنده رغبة ان يكون مدرب دولي ناجح، دخلت هذا الدبلوم ودرسته واخذت به شهادات دولية واخذت رخصة دولية، وما شاء الله بسم الله بدأت تطلع عندنا محاضرات، اكتسبت جرأة واكتسبت خبرة واكتسبت معرفة، وتحولت تقريبا شخصيتها نحو الإيجابية بنسبة اقولكم 80% نحو الأفضل. أنا معلمة لغة إنجليزية، سابقا ما كنت أعرف مجال التنمية البشرية أو التدريب. الحمد لله دخلت لهذا المجال وحصلت على دبلوم بالتدريب الدولي الـ ITOT. سابقا كانت شخصيتي يعني ما عندي ثقة عالية بالنفس، أو ما اكتشفت شنو المهارات أو المواهب المتواجدة عندي. فالحمد لله من دخلت هذا المجال وشفت شنو هي التنمية البشرية وشنو الأشياء اللي ممكن من خلالها أنه نتعمق بيها ونطور من ذاتنا ونعزز ثقتنا بنفسنا، الحمد لله والشكر
حصلت هذا الدبلوم. دخول مجال التنمية البشرية بداية قبل أن تعرف الآخرين تكتشف شخصياتهم، أنت راح تعرف نفسك، راح تعرف شنو المكنونات والقوة اللي بداخلك. بالتالي من راح تعرف نفسك راح تعرف شلون تتعامل ويا الآخرين وتفهمهم. مؤكدين على ضرورة الاهتمام بها أكثر من قبل الجهات الحكومية لتكون أكثر فاعلية على كافة الأصعدة. المحافظات المتوحدة التي حتى التي تقام في إقليم كردستان دائما أحرص على الحضور والمشاركة فيها. أكيد أستفاد من كل محاضرة، لأن المحاضرات أراها متنوعة وتحمل مواضيع شتى. ساهمت مراكز التنمية البشرية في تطوير كفاءات العديد من الأشخاص الموظفين أو غير الموظفين، تنمية أفكارهم وثقافتهم، مما سهل على الأغلب من خاصة الكوادر الصحفية، الكوادر الإعلامية، السادة المثقفين، تطوير خبراتهم وقدراتهم، التواصل مع القراء بالنسبة للصحفيين، أو التواصل مع يعني كافة طبقات المجتمع العراقي. لبرنامج سامراء الصباح، سجاد الخفاجي، محافظة بابل.